طبعا يعني عيد النيروز اكيد ليه ذكريات كتير جدا مع حضراتكم. طبعا دي ذكرى مهمه جدا واحتفال مهم جدا لينا في المسيحيه وفي الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، بدايه او سنه تولي الملك دقلاديانوس من 1741 سنه للحكم، واللي كانت اصعب فتره يمكن مرت على المسيحيه، اللي هو كان امر في وقتها ان دماء الشهداء توصل لغايه ركب الحصان أو الخيول بتاعته من كتر أوامره بالتعذيب والقتل، وكان أكبر عدد من الشهداء اللي كانوا بيستشهدوا بالألفات وبالمجاميع في الوقت ده. لكن هي دي كنيستنا اللي اتبنت على دماء الشهداء، هي دي كنيستنا اللي مهما مرت السنين ومر الزمن ومر العصور ومرت الاضطهادات وجي وراح وتبدل عليها ناس كتير جدا، لكن في وش الريح دايما صامدة وقوية وأمينة، وده اللي احنا شايفينه. تقف كده تستغرب هو زي الكنيسة دي واقفة وصامدة رغم كل اللي عدى بيها طول السنين اللي فاتت دي. هي دي الكنيسة اللي اتبنت على دماء الشهداء. امبارح كنت يعني بنتكلم كده، عارفين تمشوا في الشوارع كلها بلح وجواف يعني من الحاجات الحلوة اللي طول ما انت ماشي وشايفهم في عند البياعين وفي الشوارع وشامم ريحة الفاكهة الحلوة دي، دايما بتفتكر عيد النيروز لأننا ارتبطنا بالفاكهة دي بالتحديد. يعني كانوا بيعلمونا كده زمان في مدارس الأحد، كل حاجة دايما تشوفها برمز، كل حاجة دايما تترجمها لحاجة في الإيمان بتاعك، والترانيم اللي حفظناها من واحنا صغيرين وكبرنا كمان نحفظها لأولادنا. لما تفتح القلب بتاع الجوافة وتلاقيه أبيض كده زي قلب الشهداء، لما تشوف البذر بتاعها ناشف وصلب يبقى زي إيمان الشهداء، البلح الأحمر عشان لون الدم واللي بيرمز للاستشهاد والقوة الإيمان زي النوى بتاعة البلح. فصدقوني يمكن أنا بس بفكركم بالحاجات دي لأن سمعت وإحنا كنا قاعدين كده يعني مع ناس، فسمع الكلام فرحني، يقول لك لو الأيام ترجع بينا الأيام مدارس الأحد زمان، ما كانش حد فينا غاب ولا مرة، ما كانش حد فينا قصر ولا مرة، عرفنا قيمة الأيام دي بعد ما كبرنا وشفنا الأيام دي قد إيه كانت حلوة وجميلة وكل اللي إحنا فيه وكل يعني حلاوة إيماننا ومحبتنا وتمسكنا بربنا جت من أيام وإحنا صغيرين، بس ما كناش مدركين إن ده بيتحفر جوانا. كل حاجة بنتعلمها وإحنا صغيرين بتكبر معانا. فأنا برجوكوا يمكن بقول الكلمتين دول عشان انتوا كمان اهتموا ان انتوا تعلموا ولادكم الحاجات دي وتخليهم مرتبطين بالرموز الحلوة اللي احنا تربينا عليها. وبترمز لايه في الكنيسة؟ انزلوا النهاردة حتى لو بتحبوا ولادكم بيحبوا اي فاكهة تانية، بس النهاردة هاتوا البلح وهاتوا الجوافة واحكوا لهم قصة الملك دقلديانوس والكنيسة وازاي 1741 سنة عدوا على الكنيسة لكن احنا لسه موجودين وصامدين والكنيسة مكملة واتبنت كمان ازاي. انا حاسة كده بسعادة وانا حاطة البلح والجوافة قدامي وحاسة يوم بهجة، يوم احتفال بجد. كل سنة وانتوا طيبين يا رب كده وبألف خير، ويعود عليكم الأيام بكل خير وسعادة وبركة علينا وعلى بيوتنا جميعا.